أهلا بكم مشاهدينا مع نشرة الاقتصاد التي نستعرض فيها أهم أخبار المال والأعمال والتي تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار. والبداية بالعناوين: أدنوك توقع اتفاقيات مع 30 شركة للاستفادة من فرص تصنيع محلية بقيمة 10 مليارات درهم. مصدر وبوينغ تتعاونان لدعم تطوير قطاع وقود الطيران المستدام في الإمارات والعالم. جنرال موتورز تقترض 6 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الإضرابات. أهلا بكم. أعلنت أدنوك عن توقيع اتفاقيات جديدة مع 30 شركة. ذكرت شركة الجرافات البحرية الوطنية المالكة لشركة الإنشاءات البترولية أنها وقعت عقد مشروع الشطر البحري لمدينة 20. مشاهدينا، المزيد من الأخبار الاقتصادية تأتيكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى أخبار الاقتصاد. الآن استعراض لأداء أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة اليوم. ومشاهدينا، تفاعل سهم جنرال موتورز مع هذه الأخبار ليغلق متراجعا بأكثر من 1%، والسهم عند 31 دولارا وثلاثة سنتات. وشمل أيضا التراجع كذلك أسهم شركة ستيلانتس، رابع أكبر مصنع للسيارات في العالم ولديها 16 علامة تجارية مثل كرايزلر وبيجو وستروين ودوج وجيب وفيات وأوبل وغيرها. وكذلك نلاحظ أن السهم تراجع بأكثر من 18%، والسهم عند 17 دولارا و84 سنتا. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام أخبار الاقتصاد. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.